واحد ندير حريق هنايا بالمنطقه ديال حد يعني واحد السكنه كيتواجدوا عدد كبير ديال السيارات ديال المطافئ اشتغل مولا هذا الحريق هذا وكيتبنوا حسب اللي انا كيتسناو الناس ديال الاراضيل باش انه يقوموا بالاطفاء. حسب اللي كيبان لنا في الصوره دابا الان كاينه شاحنات ديال جوج شاحنات ديال الاطفاء اللي كيتواجدوا هنايا في هذا المكان. حسب اللي كاينه الان دابا كاينه شعلات النار في هذا العمارة هذه في البنايه هذه. جا الوقاية المدنية لازالو كيكافحو باش انهم ينقذوا الساكنة اللي في هاد العمارة وتكاو العافية. حسب اللي شفنا بعض الرجال ديال الوقاية المدنية انهم كيستدعيو الناس ديال الشركة ديال لاراديل باش كاين الماضو الكهرباء باش ميوقع شي ماس كهرباء يكونوا كيطفيو العافية. يا ربي يدير السلامة يا ربي السلامة. حسب اللي كنشوفوا الان ما كايناش شاحنات جوج شاحنات ولكن ما كايناش النار على ما اظن. العماره هذه جات كبيره خرجت على الجهه الاخرى على ما اظن. باقي الان يعني باقي الناس ديال الوقايه المدنيه لداخل فصل البنايه وباقي الان باقي ما شفنا يعني صار في اصابه باقي ما وصلت حتى شي اخبار باش يعني شي واقع. كنتمناو خير وسلامه للساكنه ديال العماره هذه ان شاء الله. حسب اللي كيبان الصوره ان رجال المطافئ دخلوا مع هذا الشرجم هذا باش يولدوا البنايه. باقي الناس رجال الاطفاء باقي الداخل كيعطيو الماء. لازلنا بعين المكان حسب بعض شهود العيان ان وقع الاختناق لاحد القاطنين بهاد البنايه هذه اللي هما احد الجاليه الاسبانيه يعني ماشي الجاليه الاسبانيه يعني ولاد العرايش اسبان كيسكنوا في هاد البنايه هذه. وقع الاختناق ديال هاد السيده اللي تخدات للسبيطار لالاميون باش تلقى العلاج. رجال الاطفاء لا زالوا كيشتغلوا. هي رجال الاطفاء ان باقي كيشتغلوا
الحمد لله بعد نقاش مع احد رجال الوقايه المدنيه ان ما وقعت ضحايا وصدقوا تغلبوا لنا السي رجال الاطفاء على هذا الحريق هذا اللي تدخلوا بقوه السيارتين ديال محمد يعني السيارتين ديال الوقايه المدنيه شاهنات وذاك تدخلوا اطفوا هذا الحريق هذا لولا الالطاف نجا في وسط المجمعات السكنيه لا لاش انفو كنا معكم هنا بمنطقة الدائرة الأولى ولا يعني الحمد لله قامت رجال الأطفاء بتغلب على هذا الحريق هذا ولولا الألطاف أن كانت تكون شي كارثة كبيرة لكن الحمد لله تحية رجال الأطفاء لمدينة العرائش للدخل بقوة